بينكم وبين وزارة الزراعة على مستوى الولاية ووزارة الزراعة الاتحادية، سيما في أن الإنتاج عندما يكون كبيرا وضخما يمكن الاستفادة منه في مصانع تعليب الفاكهة، وعندنا الحمد لله هنا مصنع في كسلة. إلى أي مدى قطاع المزارعين يعني يستفيد من هذه الميزة التفضيلية؟ نحن بنقول بالنسبة للخضر والفاكهة، يعني التصنيع الزراعي الغذائي هو دي المرحلة الآن الموجود فيها السودان، وأنا في تقديري بدون صناعة لا زراعة بدون صناعة. والفترة الجاية دي نتمنى كل المال الموجود لتشغيل الخريجين بالنسبة للمعاشين بالنسبة للشرائح الفقيرة، كل المال ده مع البنوك لو دخل في التصنيع، جزء كبير جدا من الشعب السوداني ممكن يصنع وجزء ممكن يزرع، وإن شاء الله نقدر نكفي ونملأ بغالاتنا ونملأ سوقنا ونصدر. والتصنيع مهم جدا جدا في الجانب ده، بيدينا قيمة مضافة وبيساعد المزارع بيساعد المستهلك. بدل أن احنا الآن بنستورد صلصة من دبي، بنستورد مربى من مصر، يعني دي كلها أشياء مفروض تصنع هنا محليا. أستاذ حمودة، أنت على الصعيد الشخصي نوع الفاكهة المحببة بالنسبة لك سواء تؤكل أو سواء في شكل عصير في شهر رمضان المعظم؟ المانجا والجوافة. بتاكلهم ولا في شكل عصير؟ عصير أو أكل الاثنين. جميل جدا. أستاذ حمودة، ونحن بنتدرج معاك نخش في القضايا التي تهم قطاع المزارعين، ويمكن حقيقة عزيزي المشاهد يعني المزارع هنا في ولاية كسلة رغم المعاناة في الحصول على الوقود إلا أنه ما زال صامدا وما زال مكافحا في أن يكون منتجا وفي أن يكون مساهما في الدخل القومي والاقتصاد القومي، ولكن هناك العديد من المشاكل، ونحن نتيح الفرصة للأستاذ محمد عثمان حمودة كرئيس لاتحاد مزارعي الخضر والفاكهة بالولاية أهم معوقات الإنتاج، سيما نحن مقبلون على فصل الخريف اللي هو بترتفع فيه الإنتاجية. شوف، نحن قبل ما نخش في المعوقات عندنا كثير من الامتيازات، والآن بالنسبة للبنيات التحتية بالنسبة للخضر والفاكهة، الطرق، الكهرباء في الطريق، الطرق مكتملة، دي كلها أشياء ما عندنا فيها مشاكل. لكن بنعاني معاناة شديدة جدا من الرسوم الولاية، واحد. نمرة اثنين، بالنسبة للجاز نحن عندنا مشكلة حقيقية. نحن مزارعنا الآن داخل على الموسم الزراعي، دار يزرع موز، دار يزرع فاكهة، بالذات البصل. نحن بنغطي السودان ودول الجوار ولحد الخليج من 15/10 لحد 15 فبراير من كل عام. دي بتستهلك كمية بتاع جاز كبيرة جدا، الآن جاز ما في. قبل ما نخش الموسم الآن الجاز الموجود عندنا ما يكفي المزروعات الثابتة. فالجاز لحد الآن نحن في مشكلة، ونقول بوضوح معظم الجاز هو ماشي إلى الدولة المجاورة إريتريا. وأنا في تقديري نحن عندنا مشكلة حقيقية في الجاز. الجاز نحن نناشد كل الجهات الرسمية والمنظمة هذا العمل أن توفر لنا الجاز لنجاح الموسم. نحن نقول الموسم الزراعي في كسل الآن في مهب الريح وفي خطر إذا لم يتوفر الجاز، وإذا ما يتوفر الجاز بالصورة المطلوبة. نعم. يعني رغم الصعوبات ورغم المشاكل لكن بارقة الأمل موجودة، الرسالة لأخوانك المزارعين بصورة عامة ماذا تقول لهم وأنت رئيس للاتحاد؟ والله أنا أقول لهم، شوف، يعني بالنسبة للزراعة هي مستقبل السودان، هي بترول السودان، ده نوع مجال أي زول يعمل فيه نتمنى له كل الخير، وإن شاء الله موسم يكون إنتاج وفير، ونحن مع الدولة نسعى إن شاء الله لتوفير كل معينات النجاح إن شاء الله في هذا الأمر، وبالتوفيق وموسم ناجح ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. يديك العافية. عزيزي المشاهد، يمكن كانت مسامرة خفيفة لطيفة مع الأستاذ محمد عثمان كرم الله الشهير بحمودة رئيس اتحاد مزارعي الخضر والفاكهة بالولاية. هكذا وجدنا المزارع في ولاية كسلة صامدا قويا فرحا مستبشرا رغم الظروف الصعبة التي تحيط به، هو سعيد بأنه يقدم هذا الجهد وهذا الإنتاج الوافر. زارع الحقل في البكور، عيشك الدهر أخضر، أنت في هيكل الزهور فيلسوف مفكر، من ذراعيك للفقير حبة